السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى أصحابه أجمعين. نبدأ نتكلم إن شاء الله عن الأري. الدرس ده فيه معلومات كتير، فمهم جدا، فياريت نركز فيه. طيب، الأري ده داتا تايب بتشيل حاجات كتير، بتشيل مثلا تكست كتيرة، بتشيل مثلا داتا تايب مثلا زي النمبر. مثلا عايز تسجل كذا رقم، فخلاص أفضل داتا تايب هي الأري. عايز تسجل كذا سترينج، فخلاص أفضل داتا تايب هي الأري. وشرحناها في الداتا تايب في اول الفيديوهات خالص. قال لي الاري بقى بيتكون او ليه ثلاث انواع. الاري ليه ثلاث انواع، ايه هما اللي قدامنا دول؟ اول نوع اسمه اندكسد اري، تاني نوع اسمه اسوشيتيف اري، تالت نوع اسمه مالتي دايمنشنال اري. هنتكلم عن اول نوعين في الفيديو ده. طيب، واحده واحده وبالتفصيل المهم. اول نوع معايا حاجه اسمها الاندكس، ده الطبيعي بتاعنا اللي احنا بنعمله على طول، ده اسمه اندكس. اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا قلت variable اسمه names مثلا، بتقول بتكتب كلمه ازاي تعمل array، بتقول له كلمه array وتقول له مثلا اسماء، وليكن احمد مثلا، طارق مثلا، حمزه، ومثلا عبد اخوي. طيب، دي كده الطريقه دي اسمها الاندكسد. هل الاندكسد بيتكتب بطريقتين؟ دي اول طريقه اللي اسمها بتقول له النيمز اري وتكتب الاري بتاعتها، يبقى ده الاندكس بتاعه 0 وده 1 وده 2 وده 3. ما بتحكمش انت في الاندكس، يعني الاندكس بتاعك ده 0 باي باي، يعني بيقول لك دايناميك، اول واحد يبقى 0، ثاني واحد يبقى 1، ثالث واحد يبقى 2 وهكذا. طب انت لو عايز تتحكم مانيوالي بقى، دي بيسموها الطريقه الدايناميك. دايناميك. طيب، الطريقه الثانيه اسمها مانيوالي، يعني انت اللي بتكتبها بايدك. بتكتبها ازاي؟ بتقول له النيمز اوف زيرو مثلا هيساوي احمد، النيمز اوف واحد، النيمز اوف واحد هيساوي مثلا طارق، وهكذا. انت كده بتحدد لكل واحد اندكس معين، اللي هو صفر واحد ده ممكن تقول اندكس اوف سبعه كذا براحتك. دي اسمها الطريقه المانيوالي، اهو نكتبها هنا كده المانيوالي. يبقى الفرق ما بين الدايناميك والمانيوالي، الدايناميك انت ما بتتحكمش في الاندكس، كل واحد بياخد اندكس 0 1 2 باي ديفولت او اوتوماتيك كده. اما المانيوالي لا، انت بتتحكم بقى، تقول النيمز اوف 0 اوف 1 اوف 2 اوف 3 وتكتب اللي انت عايزه. طيب، حلو. انهي افضل طريقه؟ طبعا الطريقه الاولى دي، طبعا طريقه طبعا باد براكتس قوي. هنعمل ده كومنت عشان نسيبها عادي اهو. انت عرفت الطريقتين. طيب، عايزين بقى نطلع الداتا دي على الشاشه عن طريق ايه؟ طالما عملت اري يبقى عشان تطلع الداتا يبقى فور لوب على طول. طيب، هنعمل اهو الفور لوب. هقول له فور مثلا الاي بتساوي زيرو، والاي اقل من عدد العناصر اللي في الاري. هعرف ازاي عدد العناصر اللي في الاري؟ قال لي في فانكشن اسمها الكاونت، تقول له عدد العناصر في الاري الكاونت ده للنيمز ده. ممكن مثلا نعملها افضل في، اسف، افضل في ال مثلا في فاريبل وليكن كاونت مثلا كده، قول له بيساوي الكاونت بتاع النيمز ده، وهقول له الاي اقل من الكاونت والاي بلس بلس. وبعد كده هقول له اطبع لي بقى الحاجات اللي في الاري دي. هقول له ايكو النيمز اللي هو الاري ده اوف الكاونت بتاعنا اللي هو يقعد يعد اللي هو الاي ده اللي انا كتبته ده اهو، الاي ده هيقول لك النيمز اوف اول حاجه زيرو فيتبع احمد، بعد كده يزود الكاونت، هل الاي ده اللي هو الواحد اقل من مثلا الكاونت كام، واحد اتنين تلاته اربعه، اقل من اربعه اه خش جوه، النيمز اوف واحد، النيمز اوف اتنين، النيمز اوف تلاته، وهكذا. شرحنا الفل. هاجي اعمل ريلود اهو، طبع لي فعلا احمد طارق، بس كله لازق في بعضه، ممكن نفصل ما بينهم بقى عادي خالص. ممكن نعمل كده اهو ونعمل كونكاتينيت بالبي ار واسيف واعمل ريلود، هتلاقي احمد طارق حمزه عبده. كلام جميل كده. يبقى كده انت بتعمل لوب ثرو من خلال الاندكس اري. بعمله ازاي؟ عادي جدا، بتجيب بس الكاونت بتاع الاري العناصر اللي فيه وتقول بقى الاي بلس الفور لوب بعديها بتاعتنا خالص. حلو جدا، ده الاندكس بعرفه بطريقتين وبعمل اللوب بتاعته كده. نخش على تاني نوع اللي هو الاسوشيتيف اهو. طيب، ده عبارة عن ايه؟ هو الاندكس، بس الفرق ببساطة ان انت بتعمل كي براحتك. الفرق ان ببساطة انت اللي بتدي اسم للكي،
يعني في الاندكسد اسمه اندكس يعني صفر واحد اتنين، اما في الاسوشيتيف لا، انت بتدي انت اندكس معين، اسم معين مثلا، الكي بدل ما يكون صفر لا انا هسميه احمد، الكي بدل ما يكون واحد لا انا هسميه كذا. طيب قال لي برضه بيتعرف بطريقتين، طريقه الدايناميك وطريقه المانيو، هنعرف الاثنين دلوقتي ازاي. هعمل برضه نفس الحاجه بالظبط، هقول له النيمز بيساوي array. الفرق ببساطه ان انت بتحدد الاندكس، هنا ما اقدرش اقول يعني هنا الاندكس لوحده بيكون زيرو كده، زيرو بيكون اول واحد زيرو، تاني واحد واحد، تالت واحد اتنين وهكذا. لكن هنا انت تحدد بقى بكتبها ازاي، قال لي تكتبها على طريقه الكي فاليو. ايوه ازاي يعني، اهو بكتب كده، تقول له مثلا انا عايز الاول اندكس هسميه مثلا وليكن كي 1 مثلا يعني اي اسم، والقيمه بتاعته الفاليو بتاعته بكتبها بالطريقه دي كده، الفاليو بتاعته مثلا اسمها حمزه مثلا، او نخليها بالترتيب عشان ما يتلخبطش، هخليها احمد برضو. طب الكي 1 ده اللي هو هنا ايه؟ اللي هو هنا صفر. طب هنا ايه؟ انت مسميه كي 1 براحتك، كي 1 احمد ياسر اي اسم انت عايزه. كلام جميل. ما هنا لما بتيجي بتطلع بتقول نيمز اوف زيرو، ده مره يكون زيرو واحد اتنين، فبيتعاك احمد طارق حمزه وهكذا، لكن هنا هطلعه بطريقه مختلفه، هنشوف ده ازاي. ده كده اول عنصر في الاريه. هعمل تاني عنصر هسميه مثلا كي 2 اي اسم انت عايزه، وبعد كده العلامه دي، وتقول له الفاليو بتاعتك اسمها مثلا تور مثلا. وتالت عنصر هنكتفي بثلاث عناصر، الكي 3 والفاليو بتاعته اسمها حمزه. حلو جدا. او الطريقه المانيوالي ازاي زي دي بالظبط كده، بس الفرق ما بدل مش هكتب صفر هكتب كي واحد، بدل ما اكتب واحد اكتب كي اتنين وهكذا كده. يعني هقول له النيمز بتساوي النيمز اوف كي واحد كي سمول بيساوي احمد وهكذا. بتقول له بقى مانيوالي كيو نيمز اوف كي واحد بيساوي احمد، ونيمز اوف كي اتنين بيساوي طارق وهكذا. طيب دلوقتي انا عايز اعمل لوب ثرو خلال الحاجات دي، عايز اطلع الداتا دي هطلعها ازاي؟ في فرق ما بين الاندكس والاسوشيتيف. اهو تيجي هنا تقول بقى بالطريقه دي، قال لي في الاسوشيتيف بستخدم الفور اتش مش الفور، يفضل طبعا الفور اتش. بكتبها ازاي؟ بتقول له فور اتش النيمز الاري ده، هتقول له فور اتش النيمز الاري اللي عندك ده از، انت عايز تعامله معامله الكي والفاليو، فبتقول له كده الاري ده انا هعامله معامله كلمه از، يعني انا هعامله معامله تبسيط يعني الشرح الكي والفاليو. بكتبها ازاي؟ بتقول له مثلا اي كلمه انت عايزها، اي متغير مثلا وليكن ده هسميه اكس، هو ده الكي بتاعنا اللي هو كي 1 و2 و3، از الفاليو بتاع قصدي اسوشيتيف كده الفاليو بتاعت از فاليو مثلا. ده كده اللي هو الجزئيه دي اهو نفس الشكل بالظبط، الاكس هي الكي 1 اي اسم كي 1 مش عارف اي اسم كده مثلا، يبقى الاكس هتتعامل مع ده والفاليو هتتعامل مع ده والعلامتين دول مع بعض بالترتيب كده. طيب حلو، اطبعه بقى ازاي؟ عايز اطبع الاكس واطبع الفاليو، خلاص قول له ايكو او الاكس كونكاتينيت مثلا مع نعمل مثلا مسافه والفاليو بمنتهى البساطه. هسيف اهو وهعمل ريلود اهو، كي واحد احمد، كي اتنين ممكن نعمل كمان كونكاتينيت ببي ار في الاخر اهو، ريلود كي احمد كي واحد احمد، كي اتنين طارق، كي تلاته حمزه. يبقى الاكس دي بتتعامل بالكي ده اللي هو ده، هو ده بيمشي واحده واحده. اول حاجه بقول اريهات الاري ده وعامله معامله الاكس والفاليو الكي والفاليو، خش بقى اطبع الكي والفاليو ده، فيعدي على كل عنصر من هنا يمسك الاكس ياخدها كي واحد ويطبعها، والفاليو احمد ويطبعها، ثم يعدي تاني على المتغير التاني او العنصر التاني الكي 2 ياخدها يحطها مكان اكس، وطارق ياخدها مكان فاليو وهكذا. عندك مليون عنصر هيطلعوا هنا مليون عنصر. ده الفرق ما بين الاسوشيتيف والاندكسد في الفور او في اللوب ثرو عشان تطلع داتا منه. هنا بعامله معامله عادي خالص، لكن هنا بعامله معامله الكي والفاليو عشان اطبع الكي والفاليو بتاعتي. تمام جدا جدا. انهي افضل؟ براحتك على حسب الحاجه اللي هتيجي من الداتا بيز. ممكن نيجي مثلا انت عامل كي وفاليو في الداتا بيز، فخلاص استخدم ده، هنا مفيش ولا كي ولا فاليو، مفيش غير فاليو بس، فهستخدم ده. اتمنى يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.